دي نهى معوض، اهلا وسهلا مره جديده نهى. نيهاو نيهاو نيهاو، مظبوط نيهاو. نهى اليوم نصايح تجميليه ومعلومات من الصين. كيف بتشوفي اول شيء الميك اب بالصين؟ اي متى بلش؟ وكم موديل في للشفاه؟ هلا من 5000 سنة بلش الميك اب هيدا من الصين، له قصة. هلا ليه كانوا يعملوا الايلاينر لفوق؟ لأنه هن عيونهم منهم طالعين كثير طلوع، سو كانوا يحطوا الايلاينر ليشقلوا العين لفوق. نعم. كمان بالنسبة للحمرة، الحمرة لها قصة. أول شيء كانوا يحطوها لأنه تيطروا الشفاف، هيك بلشت. أوكي. يحطوا فازلين ويحطوا من الورد الأحمر مع بعضهم. أوكي. وأول ما بلشوا يحطوا طريقة الحمرة بالصين، كانوا يحطوا نقطة على الشفة الفوقانية. نعم. ويحطوا على الشفة التحتانية كذا نقطة هيك داير من دار الشفة. بعدين من بعد هيدي التكنيك صاروا يغيروا، تقدموا، صاروا يتركوا النقطة فوق ويحطوا كل الشفة التحتانية أحمر. أوكي. أو بالقلب كمان، في منهم كانوا يحطوا حسب شو بيلبق لهم، بحطوا نقطة تحت وكل الشفة الفوقانية أحمر. أوكي. هيك بلشوا. بعدين اكتشفوا إنه يستعملوا البتال تبعول الوردة الحمراء. اللي هي ورقة الوردة الحمراء، ويحطوا 2 على الشفة الفوقانية بالنص و2 على الشفة التحتانية من النص، ويطلع شكل شفافهم هيك. يحطوها كيف يحطوها يعني؟ مثل ما هلا انا طالعة. يحطوا البتال 2 يعني من الوراق على الشفة الفوقانية و2 على الشفة التحتانية، وهيك يعني هيك كانوا يعملوا يعبروا عن الفرح. حلو. واللون الاحمر كان بالنسبه لهم نمبر 1. ومن وقتها صارت الحمره الحمراء معروفين فيها انه هيك بحطوها، مع انه هن اكثر ناس كانوا يحطوا الحمره الحمراء. صحيح. نهى، في احمر شفاه للحزن واحمر شفاه للفرح. مزبوط. هلا كانوا الامراه اللي بدها يعني الزعلانه حزينه، ايه مزبوط، او بيقولوا حاده، يعني عندها شيء حزن او مودة منه منيح، تتعبر عن مودة او عن حزنها بتحط جل شوي اسود على الحمرة تتصير الحمرة الاحمر غامق كتير، لانه بردوع اسود. مزبوط. هيك انت لما تشوف المرأة حتى هيدي الحمرة يعني هي حزنانة. اوكي. طيب اذا مبسوطة، في شغلة بيتميزوا فيها بعضهم لهلا الصبايا لما يحبوا حدا وبدهم يتركوه يضطروا يبعدوا عنه تما ينسوه، كانوا دايما يتركوا طبعا على شميزته على القميص طبعا. شايفون على الشميز او على الرقبه هيك تيضل يتذكرهم ما ينسيهم. واذا شفتها بعدين مرفونيك المشكله. لا مش ضروري يكونوا مجوزين، عزابه. خلينا بالعزابه. خلينا بالعزابه ونحكي عن موديل الشعر للصبيه العزبه. هلا الصبيه العزبه للي تحت نصيبها بعد لهلا معروفه الشغله عندهم انه بيعملوا شعرهم دونات، يعني بيعملوا شعرهم هيك ربطتين. مزبوط. وبيحطوا بوندو احمر. البوندو الاحمر مع الجدولتين يعني هي عزبه بعد ما تجوزت. اوكي. سو هيك الشباب اللي بيستحلوها بيعرفوا انه هن بيقدروا يحكوها. حلو. وفي موديل شعر مشترك بين البنات والشباب. مزبوط. بنلاحظه ان احنا اذا كنا نحضر فيلم المصارعه بنلاحظ انه بيعملوا كعكه الرجال، سو الكعكه عندهم شغله موضه ودايمه عندهم من قديم لهلا، سو الكعكه عندهم للشباب وللبنات بتنعمل. هيدا الموديل ما بينعد غلط اذا الرجل طول شعره وعمل كعكه. اوكي. كعكه للبنات، هيدا شو الدبوس ولا الكعكه؟ هيدا دبوس العادي. هون بنشوف الاكسسوارز. خلينا نشوف مثلا نحكي عن هيدا الاكسسوارز. هلا في التشوب ستيكس للي الكل بيعرفوا عنه، انا حتى منه. اوكي. التشوب ستيكس بيجوا، بنرجع بنحكي عن هي الصوره. طيب التشوب ستيكس اللي بحطوهم لهم قصة. هول التشوب ستيكس بيعبروا عن بلدهم أول شيء. بعدين في عدة أشياء، إذا كان لونه فضي برونزي يعني هن منهم من الطبقة المتمكنة اللي قادرين يشتروا الثاني. برجوازية يعني. مزبوط. والفضية هي الطبقة المتوسطة، والذهبية
هي الطبقة الغنية. إنما الطبقة البرجوازية الذهبية. ذهبية. مظبوط ذهبية. إنما لما النوب اللي كتير أرستقراطية الامرأة بتحط الأكسسوارز على شعرها مثل الصورة اللي شفناها. أوكي. هون بترمز إنه هي كتير من العيال اللي كتير مهمة بالبلد. ومن هون صاروا يتبعوها وحتى يحطوها الأشخاص العادي. أوكي. طيب نهى في دبوس يمكن كمان للصبية اللي عمرها 15 سنة. مزبوط عندهم شغلة هن بهيدي الشيء كتير مهضومة إنه لما الصبية يصير عمرها 15 سنة في دبوس بتزين فيه شعرها اسمه جي. هيدا دبوس اللي اسمه جي بتحطه بس يصير عمره 15 سنة وبيعملوا له حفلة كبيرة وبيعزموا كل القرايب والأصحاب لأنه هلأ هي صارت بعمر جاهزة لأنها تتجوز. هيدا من التقاليد اللي عندهم إياها وبعدهم لهلأ بيتبعوها. حلو. فيهم يحطوا دبوسين هون إذا حطوا دبوسين بيكونوا عم يعملوا شينيون يعني إذا بدهم يعملوا شينيون لازم يكونوا دبوسين يرفعوا شعرهم. من هون صارت قصة التو تشوبستكس يعني كأنه عم تعطي موديل أهم لشعرك. حلو كتير. نهى طيب شو المواصفات أو التكوين المثالية للصبية الصينية؟ التكوين المثالية مثل كل العالم عندهم الفارم الوجه لازم يكون أوفال. أوكي. كرمال هيك بيشتغلوا على أنه يقسموا قياس الحمرة بطريقة أنه يزغروا المناطق اللي هي طويلة بوجههم مثلا إذا الوجه طويل كتير بياخدوها شوي بالعرض تيعرضوا الوجه. إنما إذا كانوا ناصحين بيعملوها بالطول تيضعفوا وجههم حتى اللي يقدروا يحصلوا على الفارم المثالي للوجه يعني. كما انه عندهم شغله انه لازم الوجه يكون مقسم لثلاث اقسام يعني. أوكي. من الحاجب للعيون ثلث من العيون للانف ثلث ومن الانف للدقن ثلث. هيدا هو بالنسبه لهم الفارم للتشاينا الايديال. هلا كمان في عندهم شغله بالنسبه لميك اب العيون لازم يكون بين العين والثانيه مسافه قد عين يعني اذا عملوا الاي لاينر ممدود كثير يعني كبر يعني مثل هيك بيقيسوا هيك وهيك ايه كله مع الاي لاينر يعني اذا مدوا الاي لاينر كثير لبرا لازم ما يبلشوا من اول العين تيكون في بين العين والعين زيت قياس العين اللي اخذوها بالمكياج. اوكي هيدا بالنسبه للعين. هيدا بالنسبه وبنشوفهم كثير بحطوا هالتال ابيض الابيض وهالخدود هيك مزبوط بحطوا التال البيضاء ليقدروا يحطوا البلاش تعطي على حمار شوي مثل ما انا حطيتها مع انه نحن عندنا هلا مش كثير دارجه ايه. بس حطيتها لشوي اعطي طابع الصيني اليوم طيبتيها 100% باكد لك جربت انه ما كثير كون مضحكه انا وجايه بس انه ما قدرت تضحك كثير انه عم بشوفوني قالوا هي وماشي هون صار يطلع فيها العالم انه يشوفها بس هيك شو مالك الصينيه وصلت على لبنان بس الاي لاينر كثير حلو نانسي يعني اشتغلت عليه هلا لانه دارج كثير كمان طبعا مزبوط وحواجب اذا بتلاحظي انا عملتهم دبل ستايل الشعره شعره بس طبعا مش هيدا الموديل انا عملتهم بتعرفي مبينين اكيد انا اصلا عملتهم اعراض وغير هيك بس برمتهم اليوم تيناسبوا الفورم وعلمتهم اكثر مزبوط بس ما سوري بدك كفيري كنت عن التان البيضة كانوا يعملوها تبين الحمرة وكانوا يعملوها بيضة تتبين الحمرة كتير بتضوي لأنه بالنسبة لهم هي الأحمر بترمز للفرح كرمال هيك كمان بحطوه على الأظافر وخلينا نحكي كمان عن جمال الإيدين والأظافر بالنسبة لهم هن بيتميزوا إنه أصابيعهم رفيعة يعني منيح لإيدي مش صبيعي مش ناصحين سو الأصابع الرفيعة عندهم بيتميزوا فيها كتير والضفير الفيرني الأحمر هو دائما متبع بأغلب الأوقات وخاصة بالمناسبات المهمة صيف شتاء مزبوط هلا كيف بينت كيف بلشت قصة الفيرني الأحمر ليه احمر كانوا كمان مثل الشفاف من البتال من ورقه الورده الحمراء يحطوها على ضفرهم ويحطوا فوقها ماتيير اسمها اليوم هيدي الماتيير اللي اسمها اليوم كانوا يلفوا من بعد ما يحطوها فوق الورقه الحمراء يلفوا اصابيعهم لتاني يوم
هيك يوعى ثاني يوم على ضفرهم يكون جاي الاحمر وبرات ضفرهم بهروا وبيضل مضاين ليقصوا ضفرهم ما بقى يروح الاحمر. اوكي مثل صبغه يعني كانه عضفر. كانه صبغه ما بتروح ابدا الا ما ينقص الضفر ويطول. نعم. ومنه وكثير بيركزوا على الاحمر وعلى الضفير والايدين لانه عندهم ما بيبين الا الوجه والايدين، لبسهم دائما على ستيل الشميز اللي انا لبستها، دائما على العالي بيبكلوا القميص والكمام هيك. طبعا. في شغله كثير مهمه ما حكينا عنها، المروحه. ايه المروحه هلا غير انه هن بيتميزوا فيها ببلدهم في لها قصه، هيدي المروحه كانوا يحملوها لنوبل يعني الطبقه الارستقراطيه بس البرجوازيه كانوا ما يحملوها الا هن، من هون صاروا يحبوا يحملوها الكل، بتعرفي يعني الواحد تبين كلاس اليوم بصير يتبع الاشياء للي بتعطيه انه دوغري معين من اوكي سو صاروا كلهم يتبعوا المروحه، من هون انتشرت فكره المروحه. وفي فرق بين مروحه ومروحه صحيح. يعني انا هي المروحه اللي حملت هي للست للي عمرها من 30 وبالطالع. اوكي. والصبيه الصغيره يعني كيف ساعتها انه ليش؟ لانه من نوعيه المروحه من خشب ولا شو ولا الموديل تبعولها هيدي؟ هن كانوا يحبوا يميزوا اليونجر عن الكبار مثل ما بيشعرون مثل ما بيغير اشياء. كانت المروحه تبعول اليونجر تجي مفرغه من اولها. اوكي ها هي بشكل مون من فوق مشان هيك كان اسمها مون شيب. اوكي هيدي هي لكن بتبقى مبخشه. والاكبر من هيك شو بتحمل مروحه كيف؟ لا هي دو موديل وهون بيصيروا يزينوها يا بالفضه مثل ما قلت زيت شيء مثل التشوبستكس او الذهبي او الدايموندز يعني كثير بيشتغلوا على المراوح عندهم ببلدهم. طيب نهى شو ابرز الخدمات يلي اشتهر فيها الشعب الصيني؟ كلنا بنعرف اليوم بس نقول مساج للجسم ريلاكسون يريحنا يحرك لنا الدوره الدمويه ما نفكر بالتشاينا مساج. هن عرفوا بالمساج وبلش من عندهم. نعم. اشتهروا بالمساج اللي بيحرك الدوره الدمويه واللي بيعطي ريلاكساسيون وفرح. اوكي. كثير بيركزوا على الاشياء اللي بتعطي فرح ببلدهم. صح حلو كثير. طيب نوع القميص اللي بيلبسوه من اي قماش؟ في قماش معين؟ هن الحرير عندهم معروفين بالحرير. كمان لكل الطبقات ولا في طبقه معينه بتستعمل حرير؟ كمان الحرير معروف هو للطبقه المهمه والاشخاص اللي قدراتها الماديه ما بتسمح لها بيستخدموا الساتان او اي شيء، مهمه انه القماش تلمع عندهم وبنلاحظها حتى بالروبات اللي بيلبسوها. صحيح. بيبقى عم بتلمع على اساس انا كل شغلي على لا مش مع انه انا فاشن ديزاينر يعني كمان ما لازم غلبت. لا بتصير الواحد كلنا بنتلبك مرات او بتصير معنا هيك الكلام بيسبقوا ببعضهم جمال الوجه وجمال التين. اذا ما نرجع ايه لا كفي اذا ما نرجع نوها للاحمر الشفاف في لون غير الاحمر؟ يعني معقول يحطوا شيء غير غيروا شوي؟ هلا عم بحطوا من كل شيء، هلا عم بغيروا طريقه الحط، بس لما يكون عندهم مناسبات رسميه خلص لازم تطل بهيدا الستيل مثل ما عندنا هلا مثلا اذا الشخص عنده مناسبه بيلبس بدله، بالخليج عندهم كمان لباس معين فيهم بالمناسبات الرسميه لازم يطلوا هيك تيعكسوا الترديشن تبعول بلدهم وبيفتخروا هن بهيدا الشيء. لكن من الصين رجعنا لهون على لبنان. موضوع كثير مهضوم. ايه بالفعل موضوع كثير مهضوم. نهى دايما معودتنا على اشياء هيك مهضومه ومميزه. ميرسي نهى. بنشكرك ونشوفك الاسبوع الجاي كمان بمواضيع جديده. وتاخرت طياره راكب ريتشارد دام.